في بابل مركز حضارة ما بين النهرين لأكثر من 2000 عام وقريبا من بوابة عشتار إله الحب والحرب، حط 50 فنان رحالهم ليرسموا لوحات للحب وللحياة تزخر بالذكريات والمروج الخضراء والبادية وبغداد القديمة، وتقدم حلما يداعب مخيلة الأطفال، فيما شارك آخرون بنحت أيقونة للحب. معرض ترانيم الدولي للرسم والنحت والخزف الذي أقامته دار الود للثقافة والفنون وشارك فيه 50 فنان من العراق ومصر وتركيا وإيران كان له جماليته، فجميع اللوحات المعروضة كانت توحي بالحب والجمال بعيدا عن شبح الحرب والخراب ورائحة الموت بحسب القائمين على المعرض. معرض متكون من 50 فنان بين خزف ونحت ورسم. دعيت هذا، أنا نظمت المعرض عن طريق التواصل الاجتماعي، دعيت الفنانين عن طريق التواصل الاجتماعي بإقامة معرض ترانيم في بابل. الخامات مفتوحة، شروط الاشتراك أن يكون متنوع بين خزف ونحت ورسم. الحمد لله والشكر أنه وصل العدد المشاركين أكثر من 50 فنان. وبحسب فنانين فإن اللوحات المعروضة تعبر عن شعور المواطن، والأعمال ترتقي إلى مستوى تثقيف وتهذيب السلوكات التي افتقدناها منذ زمن نتيجة الحروب والنزاعات التي غرقنا بها. معرض ترانيم حقيقة كان متنوعاً بأساليبه الفنية ومعطياته المفاهيمية، وقد اشترك بهذا المعرض 50 فناناً وفنانة وبواقع 64 عملاً فنياً بين سيراميك ونحت ورسم. المعرض يعبر عن شعور يعني مواطن في الدرجة الأولى قبل الفنان لما له من شفرات تجعل تلك الأعمال ترتقي إلى مستوى تثقف وتهذب كثير من السلوك اللي للأسف الشديد احنا نفتقدها في هذه الفترة نتيجة الحروب ونتيجة اللي الأزمات اللي مر بها الشعب العراق. فذلك المعرض حقيقة له جمالية خاصة بتعبيراته بتجريداته برموزه اللي يستطيع الإنسان العادي أن يفكها بتأملات جميلة وذات حداثة توحي لنا بمستقبل إن شاء الله جميل للحركة الفنية في العراق. حب الحياة هو أساس الوجود والتطور البشري والسر المحرك للإنسان والدافع القوي الذي ينقله من مرحلة لأخرى، والتعايش في مجموعات بشرية متعددة الأعراق والثقافات تعتمد أركانه على الحب الذي لولاه لما استطعنا العيش مع بعضنا آلاف السنين. المعرض دعوة لنحب بعضنا.